السلام عليكم ورحمة الله. حبا لك عزيزي المشاهد وافتخارا لك بهذا المحارب، ضع لايك للفيديو. النجم والمحارب إسماعيل بن ناصر هز ملعب السنصير وجعل كل ما فيه يحتفل بجنون، ثم أحدث زلزالا قويا عند خروجه عندما وقف الجميع لتحية هذا النجم، فكان بهدفه بطلا لهم وحاسما ليلى. هذا الهدف هو الأول لبن ناصر في دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته الكروية، تعودنا على أدائه المبهر واليوم قرر جعل تأثيره مختلف. ما أجمل الظهور في الليالي المهمة والأوقات الحاسمة، وفي لقطة لم يتحدث عنها أحد لحظة خروج إسماعيل بن ناصر، أراد مدربه أن يقبل رأسه تعبيرا عن رضائه عما قدمه بن ناصر، ولكن الخلوق إسماعيل بن ناصر لم يسمح للمدرب بذلك، وهذا احتراما له ولفريقه فارق السن بينهما. آراؤكم تهمنا في التعليقات، إلى لقاء آخر بإذن الله.